مولود الميزان بداية شهر شمس جديد بيصب بمصلحتك، بيحمل لك معه طاقة بنيئة خلاقة بتغذيك، بتفتح قدامك مجالات جديدة للشغل للدرس لانفراجات واسعة بحياتك، تطمينات بتساعدك الشمس من برج الثور وبتسهل عليك الأمور وبتقدم لك تسويات وأرباح مالية. يعني معظم التأثيرات الفلكية داعمة، بلوتو من الدلو المشتري وأورانوس من الثور، ما في خوف عليك، ما في حدا بيقدر يوقف بوجهك. البداية مع يومي السبت أحد، القمر ببرج العذراء بمعاكسة مع برجك، فترة وجود القمر ببرج العذراء بتحمل معه بمطلع الأسبوع فترة ضعيفة، مطلوب منك أنك تتفادى كل شيء بيزعجك، ما تاخذ أي خطوة أو أي مبادرة أو أي قرار، من الأفضل انتظار وصول القمر لبرجك يومي الاثنين والثلاثة حتى تتقدم، حتى تتحول الأمور لأكثر من رائعة، بحس بتكون نوعية الوقت أفضل، فيها انفراجات، فيها أفراح، الحظ عم بيدور بطريقة مناسبة لشغلك، لدراستك الأكاديمية، لدراستك الجامعية، ورح تنعم بأجواء ممتازة، وبتطل على فترة مثمرة ضوء أخضر معك بيعطيك مجال حتى تتفوق، وبيعطيك القدرة على متابعة الأمور. يعني عزيزي الميزان ممنوع الاستسلام، من أفضل الأيام بحس بخيم الربح، المكاسب المالية وحتى المعنوية على أجواءك المهنية والشخصية. بينتقل من بعد القمر المكتمل لبرج العقرب، يعني للبيت الثاني بيت المال، بيكون عندك اشياء جيده، بيحمل لك اهتمامات ماليه، ارباح بتساعدك على ترتيب امورك الماليه، في نوع من اخذ وعطاء، مفاوضات كثيره، القمر المكتمل بيفسح بالمجال حتى تتطور دراسيا، تتقدم مهنيا، تتقدم بمباحثاتك مفاوضاتك، رح تلاقي حلول ماليه واجوبه لمسائل عالقه، في تقدم راحه انفتاح اخبار، صار اسبوع رائع جدا، من اجمل ما يكون، يعني ما في اجمل من هيك ظروف جيده، حاول انك تستفيد منها للاخر. عاطفيا اسبوع صعب جدا، اجواء متقلبه، على الارجح ما رح تكون مرتاح، وهيدي ما رح تدوم هالاشياء لاخر الشهر، لانه وجود الزهره ببرج الحمل بخلي عواطفك تتراجع او تبرد، وبصير الغيره والرغبات والهواجس والشكوك. اما العازب عليك انك تتفادى المواجهات وعدم اللجوء الى توجيه الملاحظات والانتقادات للحبيب، وطبعا الملاحظات السلبيه، وما تجازف باستقرار العلاقه.